أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. اللواء عمر سليمان يعلن في بيان تخلي الرئيس حسني مبارك عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، والآلاف من المصريين يحتفلون برحيل مبارك بالهتافات والأغاني والرقص في الشوارع. الجيش المصري يبدأ إزالة الحواجز من محيط ميدان التحرير وسط القاهرة الذي كان مركز الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام، وبدأ الجيش بتحريك دباباته وفتح الطرقات المؤدية إلى الميدان، بينما عمل مدنيون على مساعدة عناصره في إزالة العوائق وتنظيف المكان. وفي ردود الفعل على تنحي مبارك، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما: إن شعب مصر قال كلمته وأسمع صوته، ومصر لن تعود أبدا كما كانت. أما السلطة الفلسطينية فقالت إنها تأمل أن يكون التغيير الذي تشهده مصر لخير الشعب المصري وصالحه. كما عبر الأردن عن مساندته للشعب المصري وثقته بقدرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إدارة شؤون مصر. وفي إسرائيل قال مسؤول حكومي إن بلاده تأمل بأن تكون الفترة الانتقالية التي بدأت في مصر هادئة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي وقعت العام 79. ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الحكومة الجديدة في مصر إلى التزام أمن إسرائيل ومعاهدة السلام بين البلدين. كما أشاد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالقرار الشجاع والضروري الذي اتخذه مبارك، وعبر عن أمله في أن تنظم السلطات الجديدة في مصر انتخابات حرة وشفافة. المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي تنتقد بقوة سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقول إن تلك السياسات تنتهك حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنشطة إسرائيل الاستيطانية وبناء الجدار العازل بين الضفة الغربية وإسرائيل. السلطات الجزائرية تنشر أكثر من 30,000 شرطي تمهيداً لتظاهرات للمطالبة بتغيير النظام، دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير، وقد يشكل رحيل الرئيس المصري حسني مبارك حدثاً مشجعاً لها. اللجنة التركية تقول في تقرير سلمته إلى لجنة تحقيق الأمم المتحدة إن الجنود الإسرائيليين نفذوا هجوماً أعد له جيداً ضد سفينة مرمرة، واستخدموا القوة بشكل مفرط وبلا تمييز ضد المدنيين على متنها. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.